بطل بيمشي اللي يقول نضربهم الساح لا البطل بيمشي والعلم العراقي هذا اللي يقول ما يكون صادق حي هذا الثاني وذاك الثالث الموت عشرة الموت مية ما يهم المرجعية الموت عشرة الموت مية ما يهم المرجعية نموت عشرة نموت مية ما يهمها المرجعية هذا هو الهتاف الذي كان حاضرا ميدانيا كما شاهدتم وكان حاضرا أيضا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال برسم الإجابة هل ستتحرك المرجعية أم ستبقى تبتلع الصمت الحرام كما وصفه بعض النشطاء وسماه هكذا الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي جاءت تعقيبا على الفيديو الذي شاهدناه سيد يكتب حتى لا أحد يقول إن السابقين دكتاتورية ودموية أنتم الآن باسم الدين قتلتم الشعب ارحلوا لا حاجة لنا بيكم إلى منشور جديد من يطلق على نفسه فروين روناغ يكتب قلبي يؤلمني يؤلمني عليكم يا شباب العراق إلى منشور آخر أبو يحيى يكتب سيبقى دم الشهداء في ذمة أعناق السياسيين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى منشور رابع الآن سيف سعد العقيلي يكتب لكم الله أيها الأحرار أثبتتم بعزمكم للعالم أجمع أنكم أحرار ولستم ذيولا ولستم أتباع أحد في المنشور الخامس من يطلق على نفسه صعب العراقي يكتب نطالب بحماية دولية من هؤلاء المجرمين إلى المنشور الأخير وفيه من يطلق على نفسه أو تطلق على نفسها الأمل البسام جيل سباع جيل الكرامة